استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري السيد سورنسكو بحضور السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد هاني النادي ممثل المجموعة في مصر وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التعاون مع مجموعه ميرسك العالميه لانشاء شبكه وطنيه متكامله في مصر لانتاج وتوزيع الطاقه الخضراء والوقود النظيف للسفن اعتمادا على مصادر الطاقه الجديده والمتجدده وذلك بالتكامل مع جهود الدوله للتحول للطاقه الخضراء والحفاظ على البيئه وفي ضوء سلسله الموانئ الحديثه التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الاحمر والمتوسط، بالاضافه الى الممر الملاحي لقناه السويس الذي يمثل الشريان الاساسي للتجاره العالميه. من جانبه اعرب رئيس مجموعه ميرسك العالميه عن تقديره لمسيره التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئه قناه السويس. خاصه ما وصلت اليه الهيئه من تطور ومواكبه لاحدث التقنيات الحديثه وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر لقناه السويس وبنيتها التحتيه مما يجعل مصر مؤهله لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لامداد وتموين السفن بالوقود الاخضر في المنطقه مستعرضا مخطط انشاء مشروع لانتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات وشهد الاجتماع أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك لسيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية